شكل المزاج رايق على الاخر. ايه اللي بيخليك تقول كده يا معلم؟ ما هو الجواب باين من عنوانه. الا قول لي يا معلم، لو انت صحي ناوي تجوز براءة؟ مين اللي قالك الكلام ده؟ مش محتاجة أقولها يا معلم، ما هي الفولة باينة زي الشمس. اهباطي اهباطي، لا في جوازة ولا جنازة. طب أمان عليك بقى يا معلم، لو كنت حقيقي ناوي تجوزوا اعتقوني بقى لوجه الله وسيبوني في حالي. ما بلاش عوى وهالفطة فرغ. بقولك ايه يا معلم، تكونش خايف مني؟ فاكرني يعني زي القطط اللي بتاكل وتنكر، ولا زي البغبغان اللي يعرفوا يقولوا ويرددوا؟ لقيتك بقالها مدة مش عجباني يا مطر. من اللي شفته يا معلم. ايه اللي شفتيه يا مرات ابني؟ ايه اللي شفتيه؟ ده انت عايشه في نعيم عمر ابوكي ما يحلم يعدي قدام بابه، وبتنام على حرير ومش قادره تقيمي دراعك من تقل الذهب اللي هو شايله. عاوزه تشوفي ايه تاني يا اختي؟ عيب الكلام ده يا معلم، انا طول عمري بنت عز وبنت اصول. وما تنساش بقى ان انا مرات المرحوم الغالي اللي راح، وان جوازتي من براءة كانت غلطه، بدفع ثمنها كل ليله انا وهو وشنا في وش بعض. يا ريت تفردي وشك زي ما كنت نازله كده، يا ريت. ولا اقول لك اتعلمي لك راسه حبتين دلع كده، فكي شويه، فكي يا بنت. صدقيني لو فكيتي هترتاحي وتراحي جوزك معاكي. ما انت عارف اني ماليش فيه. ما دي المصيبه يا اختي. تهت ولقيناها، انا انده للبت سوريا اخليها تعلمني هزتين من اللي بتعملهم وهي بتحط لك فنجان القهوه المحمص. اسيبك بقى للاستباحه بتاعتك. لما الحكايه وصلت لسوريا ما تنسيش خليها تعلمك ازاي بتهاوى على الحجر. ممكن اعرف يا ابو سنه لحد امتى هتفضل سايب المره اللي انت بليتنا بيها دي طايحه يمين وشمال، وفي الاخر تاخد كرامه وتروح عند حنتومه من ورايا؟ حنتومه؟ وايه اللي ودى كرامه عند حنتومه هنا؟ انت بتسالني يا ابو سنه؟ خلاص يا حاجه انا هتصرف. هتصرف؟ هتعمل ايه يعني؟ عليا النعمه البت دي واكله دماغك وهتغمس بالربع اللي فاضل. مالوش لازمه الكلام ده. طيب يا حاجه، افرض حد قاطرها وهي واخده كرامه ورايحه بيت زي ده، وجايز نتشام وبدل ما نقيم دماغنا ناخد طعنه في الظهر؟ مش انا يا معلم اللي هتقول لك الخطر مفندق شبابيكو قد ايه، ولا زن المحروسه على ودانك نساك عرفنا؟ ما نسيتش حاجه ولا حاجه، ده انا لسه ضاربها علقه موت دلوقتي. وهتكسر ضلوعها ورمتها تحت رجليك وشدتها من شعرها. عليا انا الكلام ده يا ابو سنه وتهرب منك وتقعد تعيط وتولول زي الحريم، ونبضر رجالتنا علشان يرجعوها زي كل مره. يا حاجه ما انا قلت لك. بس ما عندناش وقت للكلام ده.